صباح الخير واهلا وسهلا فيكم جميعا. من شوي كنا باجتماع مع ناسا وقررنا نعمل سفينة فضاء صحن طائر، فاليوم درسنا كيف بدنا نصمم الصحن الطائر وما حيخاف، يعني بدنا نضطر نصدر لهم صحون طائرة لحتى يقدروا يجوا لعنا على الأرض ويطلعوا من الأرض لعندنا على المريخ. يعني راح نبلش بالتصميم. أول شيء بنرسم قاعدة الصحن الطائر، وراح نعمله صحن طائر. بتحبوه صغير ولا كبير؟ صحن الطائر خلي متر. هلا نحن راح نستخدم نحط عدة مستويات لنرسمه. نروح على 3D موديل، فينيش سكتش، نحط بلين. بدنا البلين موازي ل واي زد، بنحط بعده مثلا، او لازم يكون ضيق بفرض 200، خلينا 500، 500 هيك يكون ضيق، لأنه الفضائيين هن صغار ما هن كبار، في أحجام صغيرة. راح أحط هذا المستوى هون 500. راح نحط إسا مستوى تاني، نحطه 250، نرسم الساعة. هلا إذا بدنا ناخد نحنا بدنا سكتش، بدنا ناخد دائرة. إذا كانت قطر هذيك 1000 فراح يكون قطر تاني 2000 مثلا، أو خليها 3000 حتى يكونوا مرتاحين يحطوا الأجهزة هني ومرتاحين. نخفي هذا المستوي. هلا بناخد امر فينش سكتش، ناخد امر لوفت، بنحدد السكتش الاول والسكتش الثاني، نحط اوكي. نخفي المستوي. هلا بنعمل شيل، بدنا هذا السطح يستخدموه هن. شو قد بدنا؟ هلا طبعا في مربع حوار هون مانو ظاهر، خلي سماكة الصحن تكون على القليلة 10 ملي مثلا، هاي سماكته 10، يعني صاج 10 ملي بدهم يشتغلوا. طيب هاي الصحن، الجزء السفلي من الصحن راح نتابع برسمه. نعمل ميرور، طبعا بتمنى لو اني ابعت هذا الفيديو على المونتاج، بس فريق المونتاج لك مشغول بالاعياد والعطل، ف
فرح ننزله هيك مثل ما هو الفيديو يعني. إذا هذا الشيء سبب أي مشكلة بتمنى تكتبولي بالتعليقات. هاي ميرور، حددنا لوفت وبدنا ميرور بلين على هيك. صار الصحن تقريبا جاهز، لازم نعمل لين من هون الباب والجريات، فرح نختار مستوى حتى نرسم. نختار هذا المستوى مثلا، نضغط حرف الاس، صار في عندنا سكتش. هلا نحن راح نرسم وحدة من الاقدام تبع الصحن الفضائي. طبعا هي قابلة للضب، لا نحن منفصلها بعدين، بس يجوا بدين ياخدوا منفصلين اياها اكتر يعني. نختار تقييد إلى الوجه، بتساوي هاي الوجه متوازية أيضا، كذلك الأمر هاي الضلع وهنا. بدنا نرسم خط نختار حرف الاكس، وبعدين بدنا نختار ننقلها ممتاز. هلا هيك قيدنا الخطوط، بقى علينا نحدد الطول. هذا الاجر 500 وبعدها نعمل فينيش سكتش، نعمل ريفولف، نختار المحور وصار عنا قدم، نختار اوكي. هلا نعطيها امر طبعا لما نحن نتخيل شغلات ونرسمها راح تواجهنا كتير امور، فهذا الشيء بيفيد طبعا يعني. وايس سوليد
هلا هون ما قدر يحدد هذا الشكل السبب. هون إذا فتنا على الأمر edit sketch edit feature، هون لازم نحن نحط له سوليد جديد. فهلأ نحن صرنا قادرين نحدد الشكل وقت اللي احنا بدنا نعمل circular button. فحددنا، ناخد كل جزء لحاله مثلا عشان ما يكونوا مربوطين مع بعض، نحدد الشكل وبعدها بنحدد المحور. طبعا مربع الحوار ما ظاهر. هلا هون اخذ عدة دوائر بس مو هيك نحن طلبنا، طلبنا ثلاث اقدام. نختار اوكي. هلا صار عندنا نحن اقدام الصحن الطائر جاهز. هلا نحن بدنا نضيف له معدن، فلنشوف نحن شو المعدن اللي بيناسب. هلا هون في مربع حوار بس ما ظهر بالشاشة، السبب هو موضوع التسجيل. من هذا مربع الحوار اللي هو الخصائص نحنا فينا نقدر نغير من يعني نختار المعدن المناسب، لنقول تيتانيوم مثلا. والسيلفر مثلا ستيل، راح نختار سيلفر، نختار بروت. طبعا هيك صار عندنا صحن الفضائي جاهز للانطلاق. عندنا شوية أعمال صيانة وشوية مخططات، وبعدها إن شاء الله بتشوفوه بالشوارع عم بيطير. وما تخافوا، هو صناعة وطنية 100% من صناعة الأرض.